دكتور دايما بنقول الوقاية خير من ألف علاج، يعني عايزين طرق وقاية من أمراض الشتاء اللي خلاص يعني احنا داخلين في يمكن الشهرين دول هم أصعب شهور السنة. تمام. طرق الوقاية من الأمراض اللي ممكن تيجي للطفل في الوقت ده. تمام. طبعا أول حاجة المنع العادات الغلط اللي قلنا عليها، يعني نزول الطفل بدري في الصبح جدا ملوش داعي. بقول للأم اللي بتودي طفلها الحضانة سنتين سنتين ونص بتودي ترفيه يعني يتعلم حاجة، فبقولها لا امنعي في شهر واحد بس واثنين لو مضطرة الحضانة، لظروف عملها، لو مضطرة لظروف عملها مفيش مشكلة، بس أنا بتكلم على الأم اللي إيه بتوديه لو هي قاعدة في البيت مفيش، مش شرط توديه الشهرين دول. طب لو مضطرة تتقل هدومه جدا، الكوفية، نتقل براحتنا، بس دايما الملابس قطنية، بنحط الصوف في الآخر، والطفل اللي بيلبس آيس كاب برضه يعني أي لما يخلص مشواره ويرجع ما نقلعوش مرة واحدة، لازم ياخد فترة أو ياخد جو البيت وبعد كده يبدأ يقلعه. معالجة الأطفال من أي مشاكل مزمنة زي الأنيميا مثلا، أي طفل عنده أنيميا لا البرد بيمسك فيه أو بيتعرض لنزلات كتير، فأي أم المفروض تشيك على الطفل نطمن إن ما عندوش أنيميا، ولو عنده نبدأ نعالجها. في عادة وحشة جدا، عادة تقبيل الأطفال، ممنوع تماما في الشتاء ان انا ابوس طفل او ده يشيله وده يشيله، ده طبعا ايه بينقل العدوى بطريقه الاكلات او ناكل ايه عشان البرد. كل الناس معتقده ان فيتامين سي بس هو اللي تاكل برتقان وليمون طول الشتاء، لا طبعا في حاجات كتير قوي المفروض نهتم بيها. زي ايه دكتور؟ المركب الاوميجا مثلا، اوميجا 3 ده موجود في الاسماك، في الاسماك مش كل الاسماك طبعا، في السلمون التونة. البوري التونة حاجات معينة ده مهم جدا في المناعة، حتى لو في دور برد مفيش مانع ان هم ياكلوا سمك، مفيش مانع يعني ما بيتعارضش مع اي حاجة، في خوف شوية من السمك والبرد الموضوع مش مقلق قوي كده للطرف.